مرحبا بكم. قوات الزعيم الليبي معمر القذافي ترغم الثوار على التقهر لمسافة 150 ميلا إلى الغرب من مدينة سرت. والرئيس الأمريكي باراك أوباما يقول إنه يتوقع تنحي القذافي عن السلطة في نهاية الأمر، وإن بلاده لا تستبعد دعم المعارضة الليبية عسكريا، وذلك بالرغم من إعلان حلف شمال الأطلسي أنه يشتبه بوجود عناصر من تنظيم القاعدة وحزب الله في صفوف الثوار. مؤتمر لندن حول ليبيا يجمع على رحيل القذافي، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تلتقي ممثلين عن المجلس الانتقالي، وموفد الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبد الإله الخطيب سينقل إلى طرابلس عرضا يتضمن تنحي القذافي. الرئيس السوري بشار الأسد يلقي الأربعاء خطابا في مجلس الشعب وصف بأنه مهم بعد احتجاجات قتل فيها عشرات المتظاهرين المطالبين بالإصلاح السياسي برصاص قوات الأمن والجيش في مدينة درعا ومدن سورية أخرى. ويأتي الخطاب بعد قبول الأسد استقالة حكومة ناجي العطري، وبعد إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية إدانتها الشديدة لقمع الحكومة السورية للاحتجاجات. المعارضة اليمنية تحمل الرئيس علي عبد الله صالح المسؤولية عن تدهور الأحوال الأمنية في اليمن، وتجدد مطالبتها بتنحيه، وهو يرد على معارضيه بالقول ارحلوا أنتم إذ إن 95% من اليمنيين يؤيدونني ويؤيدون الوحدة واستقرار الوطن. وكالة الأنباء اليابانية تعلن الأربعاء اكتشاف يود مشع يزيد بنحو 3400 مرة عن المعدل الطبيعي في مياه البحر، وعلى بعد 300 متر إلى جنوب محطة فوكوشيما النووية في شمال شرقي اليابان. أخيرا في هذا الموجز، المغنية الأمريكية بيونسي ووالدها ماثيو نولز يعلنان الثلاثاء إنهاء علاقة العمل التي تجمعهما، وقد عززت تلك الخطوة من التوقعات بتولي زوج المغنية والممثلة ومصممة الأزياء الشهيرة مغني الراب جاي زي مسؤولية أعمال بيونسي، التي قالت لقد افترقت عن والدي فقط على مستوى العمل، هو أبي على مدى الحياة وأنا أحب أبي الغالي. لتفاصيل هذه الأنباء وغيرها زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.